فقال له: إن كنت المسيح والقول عنك هذا صحيح، فقل للحجارة بالتصريح: سيري خبزا يشبع الجوعان. قال له: اذهب عني يا شيطان، لأنه مكتوب في سفر الديان: ليس بالخبز يحيى الإنسان، بل بكلمات الإيمان. وبعد الرحمة على المساكين فن رحمة تحل عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل قدسه فيهم. ثم أخذوا إبليس في الحال وأوقفوا على جناح هيكل عال، وقال: إن كنت ابن الله المتعال فاطرح نفسك من هذا المكان. فقال له: مكتوب في التوراة: لا تجرب الرب الإله. فاحتار إبليس في عقله وتغلب على الزول والبهتان، ثم تجرأ في الحال وصعد به على جبل عال، وأراه الممالك والأموال، وقال له: انظر تلك بالأعين. وبعد الرحمة على المساكين فن رحمة تحل عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل قدسه فيهم. هذه كلها في قبضتي وتحت تصرفي وإرادتي، فإن سجدت لي في وجهتي أعطيك الكل بلا نقصان. قال: اذهب عني يا شيطان، أنا ابن الله الديان المختص بالسجود والإيمان. فاعتراه الوجل والخذلان، فمضى إبليس عنه بال حصرات، وجاءت الملائكة تخدمه بالمسرات.
ألوف عساكر مع ربوات تخدم الابن الدين. وبعد الروح مع المساكين فن رحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل قدسه فيهم. قد صام الرب بيقين لنتواضع ونصير ثابتين ونسامح إخواتنا المسيئين. والله يكافئ أهل الإيمان. موسى صام فوق جبل الطور 40 يوما بغير فطور. أعطى رب لوح مسطور فيهما العشرات كلمات. وإلياس بالصمح حبس ماء السماوات فلم تمطر ثلاث سنوات. وستة شهور كاملات وبصلاة هطل في كل مكان. وبعد الروح مع المساكين فن رحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل قدسه فيهم. كان أهل نينوى ومن الكفار عباد أصنام فجر أشرار. ولما صاموا ثلاث أيام بوقار شملهم العفو والغفران. من صام وهو في ضلال وطلب رحمة فلا ينال. وينقطع منه الرجاء والآمال ويحرم من نوال الإحسان. من صام ويعمل عصرا لأخيه ويطلب رحمة فلا يعطي ويكون الشيطان متمكنا فيه ويرمي في أسفل النيران. وبعد الروح مع المساكين فن رحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل قدسه فيهم. من صام وهو غضبان يكون مس
شيطان ويمشي في العالم كالسكران ويصير بينهم كثعبان. طوبى لمن صام باعتصام، طوبى لمن صام بغير أسام، طوبى لمن صام وادخر ليوم الزحام، لأنه يفوز بنعيم الجنات. من لا يرحم فليس يرحم، ويقطع في أسفل الجحيم ويحطم. لأن إبليس لما تعظم سقط فأدركه الحرمان. طوبى للرحمة على المساكين، فن رحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل قدسه فيهم. لا تتشامخ وتتكبر، تقع في الجحيم وتتحصر، لأن إبليس لما تكبر صار مخلدا في النيران. فلنسأل الله الرحمن الحاضر في كل مكان أن يثبتنا على الإيمان، ويسكننا نعيم الفردوس. طوبى للرحمة على المساكين، فن رحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل قدسه فيهم. اصوم اصوم هو حصن غير مهدوم، والصلاة هي سلاح يبقى ويدوم. طوبى لكل من بالطهارة يصوم، ولا ييأس بعد الزلان. بفهمك انصت يا إنسان، خير لك بأن لا تخطئ للديان، وإن أخطأت من فعل الشيطان ابكي واندم على السيئة. طوب يا إنسان ولو من الآن، واخشى من يوم نصب الميزان. يتركك الإخوة والخلان، ولا يعينك وقت الضيقات.
وبعد الرحمة على المساكين فن رحمة حل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل براءتهم. في الابن الشاطر كما قال لك ربك القادر، ونص المثل عندك حاضر، اسمع قولي رب القوة. جل الإله في إنجيله قال: إنسانا كان له ابنان، جاء الأصغر لأبيه وقال: أعطيني نصيبي في الميراث. حكم بينهم حين قسم المال على أولاد الاثنين بكمال، أخذ الأصغر منهم وجال يبدده بعيش الزلة. وبعد الرحمة على المساكين فن رحمة حل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل بزر ماله صار فقير، من الصالحات عريان وحقير، فحدث في كراتي جوع كبير، وقلت الفضائل والخيران، خرج وانقطع إلى إنسان من تلك القرى وهو شيطان، والقرى هي الدنيا ببيان، ومرعى الخنازير هي السيئان. زلوا وأرسلوا يرعى الخنازير، جعلوا خادم في الخطايا أجير، ومن الإيمان صار فقير، وهو يقول خيرنوا بالزلة. وبعد الرحمة على المساكين فن رحمة حل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل ذو الغنى الرب الإله. لما خلقوا سطروا بغنى، والعقل والحرية أعطاه،
حتى يداوم في فعل الصالحات. رد العطايا كالبطران، واسلم نفسه ليد شيطان. خسر الفضائل وصار جوعان، منفيا من فعل الصالحات. زاد شوقه ان يملأ بطنه، ومن الخرنوب يشبع بدنه. من فعل الخطايا خاب ظنه، ولا عندي أبي وجد الخير. طوبى للرحمة على المساكين، فن رحمة تحل عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم دين، ويحل قدسه فيهم. صار وفكر وعقله تفطن، وقال بيتي أبي كان لي موطن، وديار الشر صار لي وطن. أخدم فيها وأصنع زلال، شورة أبي لم أسمعها، ومشورة الشرير أقبلها. الخطية حلوة في أولها، وخريتها تعبا مع حصران. سابر أنا في جوع وآلام، وكم لي أبي محسوب خادم. يفضل عنهم خبز الطعام، وأنا هنا في جوع زلة. طوبى للرحمة على المساكين، فن رحمة تحل عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم دين، ويحل قدسه فيهم. أصابتني الخطايا والأهوال، وأنا الآن أسرع لأبي في الحال. أمضي وأقول له أقوال، أخطط قدامك وفي سموات. ضلت ونسيت أحكام عدلك، ولا أستحق أن أدعى ابنك. اجعلني مثل أجير عندك. فقام ومضى لأبيه بثبات. طار الخروف من فم الديب، ومن بعد
جهلت صار لبيب، والخاطي وجد حظا ونصيب بالرضا والتوبة من زلت. وبعد الرحمة على المساكين فن رحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل قدس طبيب النفس والأجساد احتضنوا وفي حب زاد، لما رجع له بالاستعداد أنعم علي بكل خيران، أظهر له فضله وإحسانه حين قبله وعظم شأنه ورده إلى تك سلطانه. من بعد انعدم كل سلطان على عبيده قد صاحب الصوت، ابني كان أمس مقتول بالموت، قتلوا مني الديب ممقوت، العدو والشيطان باغد الصالحات. وبعد الرحمة على المساكين فن رحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل قدس فيهم. على ابني انا رحم ورؤوف، وانزل كالمطر على صوف، وانا باكي له ربوات وألوف، وتأنى لأنقي من الزلان، غايب عني مدة وزمان، كان قد غرب مني الشيطان، واليوم جاني باكي ندمان، فكيف لا أفرح بغاية الفرحان، فاتح بابي بالبكاء والنوح، فكيف لا أفرح به وأكون مشروع للقاء بابي مفتوح، أقبل وارحم أهل التوبة. وبعد الرحمة على المساكين فن رحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في
فرحي عظيم منصوب عرسي بابني كان خاطي ورجع لي. يا ملايكة تعالوا وافرحوا معي بخروف الراجع مزلل. قوموا يا كهنة هيئوا الحلة ليلبسها ابني ويتحلى. الصبغة هي الحلة الأولى وهي أصل رأس كل الخيران. كللوا ابني بإكليل النور، لبسوا خاتم في أصبعه مشهور، ليكون بختم الروح مستور ومحصن دائما من الزلة. كوب على الرحمة على المساكين فن رحمة حل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل قدسه فيهم. ألبسوا خاتم من ذهب أبريز والروح يعطي عقل وتمييز حتى يكون متيقظ وفريز ولا ينام ليعود للزلات. ألبس حذاء في الأقدام حتى يكون مستيقظ بقيام ولا تلسع الحياة بالآلام بل ينجى من كل الضربان. لبست أنا طبع الخروف حتى أرد العجل المعلوف وأصير طبع رحم ورؤوف متغير على فعل الحسنة. كوب على الرحمة على المساكين فن رحمة حل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل قدسه فيهم. العجل للذبح ربه بسرعة معلوف شبعا من المرعى ذا طبع بني آدم يدعى. عجل معلوف راغب سقطات موتي أرسم يا رتب الكانون. أنا هو عجل معلوف مزبوط جيت أرد الخاطي من ال
الموت وأسقف هرك دمي في الكاسات. ميت ابني واليوم صار حي، كان حايد عني واليوم رجع إلي، والفرح اليوم واجب عليا. ابني عاش من بعد ما وقع ومات، وبعد الروح مع المساكين فن رحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل قدسه فيهم. نتأمل يا إخوة هذه الأقوال ولا نداوم على سوء الأفعال، بل نتوب لله المتعال، فهو يقبلنا بحسن رجعات. نينا ولا ضليت بصوم والصلاة فإنها قابلات. ثلاث أيام صامت وصليت فصارت مقبولة بعد اللعنات. هو أخاب نظرا إليه بالخطايا قد رفضوا باري، ولم يرجع ويتوب لمنشئي، فأوقع عليه كل البلوى. وبعد الروح مع المساكين فن رحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل قدسه فيهم. وفرعون حين جحد توبة استحق النار الملهوبة، وسقطت صارت مكتوبة إلى جيل الأجيال بثبات. وداود لما بكى تايم بالزنا كان عقله غايب، ولما رجع له راغب قبله وأعطى كل الخيران. وبطرس لما بكى بدموع من بعد جحود للرب يسوع، بالتوبة قبله وصار مرفوع، واعطى مفاتيح ملكوت السماوات. وبعد الروح مع المساكين فن رحمة تحل
وفخاخ أعدائنا منصوبا، ولا أحد يخلو من السيئات، ولا تطرحنا من قدام وجهك، ولا تبعد عنا ما أخطأنا في السماوات نحوك، وأنت الغفور صاحب رافات، يا من بصوت أحيانا وأنقذنا من أسر أعدانا، ثبتنا في صدق الأمانة، والهمنا الفضائل مع صالحات، ورتب ملتنا احميهم، وكفت شعبك ابكيهم، النساك والرهبان نجيهم، والشمامس احفظهم من سائر الضربات، وبعد الرحمة على المساكين فن رحمة يرحمهم في يوم دين، ويحل قدسه فيهم. الصوم الصوم للنفس سبب، طوبى لمن صام عن يفرح بمحو سيئات، ويارث ملكوت السموات. صوموا يا شعب الله بخضوع، صوما صاموا الرب يسوع، صوما روحانيا بدموع، وقفوا بخشوع في القداسات، بالصوم والصلاة والرحمة تصيرون أطهارا وأبناء النعمة. في الموقف في يوم الزحمة، حينما تقصوا فيه، طلبت منك إلى إرويني، وعن هذا الينبوع اغنيني، والشرب منها هنا لا يعنيني، مجاريها رب القوات. ظهرت أمك مضغية لولدك، آدم الأول ما
مدعو جدك، انطلقي أنت وادعي زوجك، والنساء والرجال ينالوا البركات. عتق أعطاك النساء والرجال، جيت أفتقد الصورة والمثال، وأغنيهم بالإيمان والأعمال، وأرويهم من نهر الخيران. غني مغني صرت كالفقير، جيت أغني كل محتاج وحقير. قالت السامرية لبن صوتير، ليس لزوج في الرجال بسبب. وقال الرحمة على المساكين، فن رحمة تحل عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم دين، ويحل برقص في يوم. فضع علمي علام الغيوب لها، قال تزوجتي بخمسة من الرجال، وكشف لها عالم الأحوال، إنه عالم الغيب سائر الزلال. فأجبت قائلا، هل أنت نبي وأنا سمرية وعقلي غبي، ولم أفطن بأنك ربي، إذا أظهرت لي كافة الحالات. قوموا بنا يا ابناء ننزع عن عقولنا ظلام شرور، ونصيح مع السامرية بسرور، قائل أن ماسيا أتى ويأتي بسبب. وقال الرحمة على المساكين، رحمة تحل عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم دين، ويحل برقص في يوم. كلكم تعالوا وانظروا الغير منظور، جاء أزال الظلام وأشرق بالنور، وقد صير المشجوب مبرور، ويمحي عنا جميع السيئات. ليس لنا يا رب بل لإسمك، نحن شعبك وقطيع غنمك، ارحمنا بشفاعة البتول أمك، واطعمنا منك
كنز الخيرات، مطعم الحياة هو كنز أبي، ونحن متواصلين إليك. ابعدنا عن كل ما يعصيك، ووهبنا أعمالا مرضية. وبلغ رحمة المساكين فني رحمة تحلي عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم دين، ويحل برقدسه فيهم. نضج الحصاد والكورة بيضان، والشيب قد لح وأوقدنا اقتربت، وأنفسنا عن الشر ومن صدت. هلموا لنتوب ونقتن الخيران، هلموا لنزرع زرعنا بالدموع، لنسمع صوت الرب يسوع، حيث يقول زارع الزرع المزروع، واحد يزرع وآخر يحصد الثمرات، لأن طريق الحياة قريبة وطريق الهلك واسعة ورحبة. استعملوا الإيمان برجاء ومحبة، واقرنوا محبتكم بالصداقة. وبلغ رحمة المساكين فني رحمة تحلي عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم دين، ويحل برقدسه فيهم. يا من بصوم أوفى المديون، أكسر عنا فخ الأركون. يا من يكن للشيء كن فيكون، بدد عنا شر الكائنات، وسلامك فليثبت معنا، وصوتك المفرح اسمعنا. بارك وقدس مجمعنا، يا كنز يفيد سائر البركة. وبلغ رحمة المساكين فني رحمة تحلي عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم دين، ويحل برقدسه فيهم. الصوم الصوم يا ابن النور، صوم وابتعد عن كل الشرور، لا تقتل لا تزني
لا تشهد بالزور ولا يميل قلبك إلى الشهوات. بالصوم والصلاة تكون بارية وبهما ترتفع كل بلية. صوموا وصلوا بصفاء نية لأن بهما محو السيئات. طوبى للرحمة على المساكين فالنار رحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم الدين ويحل برقدسه فيهم. جد على الفقراء من مالك واصنع الخير طول أيامك ولا تجرب الرب إلهك وأشكر اسمه في كل الأوقات. حل لفظك لتصير حبيب انطق بالحق لكي تصيب. فالأمل واسع والموت قريب ولا يدوم شيء من المدخرات. خلي عنك سبل الأشرار وصلي بخشوع ليلا ونهار. اكرع صدرك مثل العشار القائل اللهم اغفر لي السيئات. طوبى للرحمة على المساكين فالنار رحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم الدين ويحل برقدسه فيهم. داوم الصلاة وكن حريص ولا تتعظم مثل إبليس وأكنز لك كنزا نفيس لا يقوله سوس ولا أفان. داوم الصلاة مع طلبة وأكسو العريان وأوي من في الغربة لأن الباب ضيق والطريق قريب والداخل فيه أهل الحسنات. روح للكاهن واعترف بذنبك وكن خائفا من لقاء ربك ولا تبغض من لا يميل لحبك ولا تسبب لي أخيك عصارة. طوبى للرحمة على
زمن الخلاص قريب منا، فإن عمل صالحا يدخلنا، وإلا يغلق بابه ويطردنا قائلا لست أعرف فاعل سيئات. سيدنا صام وبه افتدينا، وصار صومه قدوة لينا، والعذر لنا إذا توانينا، لأنه يطالبنا بالصالحات. شاهد ربك في مجده الموصوف، وهو قائم بين ربوات وألوف، ذبيحا لتائب عجل المعلوف، ومهرقا دمه في الكاسد. وبعد الرحمة على المساكين فن رحمة حل عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل برقصه فيهم. صدقتك اجعلها بسماع خاطر، ولا تهوى ما يفني من المفاخر، وانهض للتوبة كالابن شاطر، قبل أن يفوز أخيك بميراث السماوات. ضيعت كنوزك الباهية فأكلتها الشهوات الأرضية، فقف أمامه كالسامرية وقول اسقيني من ماء الأبدية. طبيب الروح ظهر ليناجينا، فلناتي إليه ليبرينا، ونسأل من كرمه أن يعطينا توبة مع غفران الزلت. وبعد الرحمة على المساكين فن رحمة حل عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل برقصه. ظهر الحق للكل واشتهر أن الإنسان لا ينفع المدخر، مهما ربع وللنفس خسر، لأن ضياعها من أكبر الآفات. عين الضعفاء من فقراء الشام،
من ثابت مع صدق القول، لأن ليس كل من قال يا رب يدخل ملكوت السماوات. غلبت يا نفسي وأنا أبريك من الأسقام التي فيك، مثل مريض بركة حسد الذي مرض عدة سنوات. فلنسأل أن يبلغنا المطلوب ويرجعنا إليه فنتوب، ونسلم من الغربة أكل الخرنوب ورعي الخنازير في الغابة. وبعد الرحمة مساكين فن رحمة حل عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل برقدس فيهم. قال الرب للفريسيين: الويل لكم أيها المرائين، تظنون إنكم معشر صديقين وأنتم سالكون في طريق الضلال. قصرت فيكم أعمال الجفوة ودخول العرس من غير دعوة، فيطردونكم إلى ظلمات القصوى حيث التناهد والحصارات. لنصم يا إخوة بصلاح الأعمال، لأن سيدنا في إنجيله قال: تعالوا إلي يا ثقيل الأحمال وأنا أعطيكم كل الراحة. وبعد الرحمة على المساكين فن رحمة حل عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل برقدس فيهم. موسى صموا كل الآباء وبالصوم نالوا كل فالنصم عن كل ذل ودرا، ونزكي صومنا بالصدقات. نينا ولما قد ضلت بالصوم والصلاة قد قبلت، وبكرازة يونا لها فزعت، فانطفت نار
غضبوا بالتوبات، هلموا معنا بسرور لنصوم الصوم الطاهر المبرور، فنكون مع أبناء النور قبل أن تدركنا الظلمة. طوبى للرحمة المساكين فن رحمة حل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل برهم قدس فيهم. وعد صادق لمن أرضى فنسبح له ونمجده في علا. كيف مجيء الثاني نارا متركيا أرفع الدرجات، لا تصرفنا عن وجهك ولا تنزع منا نعمة روح قدسك، بل أدعنا في عرس ابنك لنحظى بأجمل الكرمات. يا أحبتي أطلب منكم وأطرح نفسي تحت أرجلكم، لا تنسوا الناظم وقت طلباتكم وأذكره في القداسة. وسلام الرب يشملكم يا مباركي أبي بأجمعكم، رئيسو الملك المعدي لكم من قبل إنشاء المخلوقات. وبعد الرحمة المساكين فن رحمة حل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم دين.